السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد كما عودتكم دائما بالجديد. غتشوفوا معايا عزيزاتي جلبات اللي كيجيو رائعين بتصاميم تقليديه وكذلك بتصاميم عصريه. غتشوفوا معايا عزيزاتي موديلات خاصه بفصل الشتاء وايضا خاصه بفصل الخريف، موديلات متنوعين كيناسبوا جميع الاذواق. غتشوفوا معايا عزيزاتي موديلات تقليديه بلمسه عصريه كيجيو راقيين في اللبسه ديالهم، موديلات هماويين اخر ما كاين في الخياطه واللوينات اللي دارجين على الموضه كيناسبوا جميع الاذواق. كنتمنى عزيزاتي ينال هذا الفيديو يعجبكم، وما تبخلوش عليا بالبارتاج ديال الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش يلقى واحد التفاعل كبير. كذلك اللي ما اشتركتش معايا في القناة ضغط على زر الاشتراك باش دائما يوصلها الجديد، وما تنسوش تخليوا لي لايكات ديالكم وتعليقاتكم الزوينة كالعادة طبعا الى عجبكم الفيديو. عزيزاتي بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو، وكنتمنى تكملوه حتى الاخر باش تستافدوا معايا. نتلاقاو مع فيديو اخر ان شاء الله. دائما تسناو الجديد مع حنان شانيل. فرجة ممتعة، مع السلامة.
وهنا عزيزتي وصلنا لآخر الفيديو. كنتمنى أن الفيديو نال الإعجاب ديالكم وتكونوا تعرفتوا على الجديد الجلابة المغربية، بالخصوص الموديلات الخاصة بفصل الشتاء، وتكونوا خديتوا أفكار قبل ما توجدوا جلبات لفصل الشتاء. وإلا عجبكم الفيديو عزيزتي ما تبخلوش عليا بالبرتاج والضغط على زر الإعجاب، وتخليوا لي تعليقاتكم الزوينة كالعادة، واللي ما اشتركتش ضغط على زر الاشتراك باش دائما يوصلها الجديد. نتلقاو في فيديو جديد إن شاء الله ومع موديلات أخرى جديدة في اللباس التقليدي. إلى اللقاء.